بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تشاهدون مجلدات ملونة ومنسقة بشكل جيد وملونة على حسب رغبتك، ويمكنك تخصيص أي مجلد لغرض ما حسب اللون الذي تريد. كيف نقوم بذلك؟ نتبع هذا الشرح. قبل الوصول إلى طريقة تلوين الملفات، نقوم بتعديل ملفات بالطريقة الكلاسيكية المعروفة في نسخ الويندوز السابقة. سنقوم الآن العمل على ويندوز 10. مثلا هذا الملف، هذا المجلد عفوا، نسميه 00. نريد وضع أيقونة لقط فوقه في هذا المكان، في أيقونة قط. مثلا هذا هو القط الذي سنستعمله كأيقونة. نقوم بأخذه إلى الفوتوشوب، هذا هو، ثم نختار الرأس بهذه الطريقة. خلفية شفافة، نقوم بحذف بعض الحواف. ثم نحفظ الملف الصورة بصيغة PNG لنحافظ على شكل الخلفية الشفافة بهذه الطريقة. الآن لو قمنا باستعمال هذا الأيقونة في هذا المكان فلن نستطيع لأنها PNG. ففي النسخ السابقة يمكنك فعل ذلك عندما الذهاب إلى الطريقة الكلاسيكية العادية بPropriesties ثم اختيار بيرسوناليزي. فهنا تجد خيارين، الخيار الاول هو شوازي الفيشي، عند الضغط عليه تقوم باختياره فيقوم بوضع الصورة داخل الايقونة وليست الايقونة كلها. فنريد الايقونة كلها رأس قط، فنختار هاد شونجي ديزيكون. من هنا تجد قائمة كبيرة لايقونات متعددة يمكنك الاختيار منها، ولكن لا تجد الخاصة من هنا، فتختار باركورير. وعند طلب الصورة لا يمكنك ذلك لأنه يقبل فقط ايكون و ECL و OXE و DLL. سنقوم بتحويل الصورة إلى ايكون. هذه الصورة نحولها إلى ايكون. كيف ذلك؟ لهذا الغرض نستعمل هاد الموقع. نقوم فقط، تجدون رابط الموقع تحت الفيديو. نختار من هنا، هنا خطوات العمل هذا الموقع. من هنا نبدأ الخطوة الأولى، نختار الصورة هذه PNG ثم أبلود. ننتظر فتظهر الصورة كما تشاهدون. نختار، يطلب مني Crop Your Image، اختيار مربع الصورة. ثم الخطوة الثالثة اختيار ستايل، نترك ستايل الأول أوريجينال. الخطوة الثالثة نختار الفورما وهي ايكون فور ويندوز. ثم الخطوة الخامسة كونفيرت اند داونلود، نضغط على كونفيرت فيعطيني رابط التحميل. نحمل الصورة مباشرة، تظهر الصورة الجديدة ايكون كما تشاهدون بصيغة ايكون. نسميها مثلا ب 222. الآن سنضع هذا الأيقونة هنا، في هذه المرة سيقبلها لأنها بصيغة أيقون. نعود إلى شونج أيقون من هنا ثم نطلبها فنجدها مباشرة. أوكي أوكي أبلي أوكي. الآن الملف بأيقونة الصورة التي تريد. فهذه الطريقة الأولى. الآن نمر إلى الطريقة السهلة وهي تلوين مباشرة أيقونات الملفات. مثلا نقوم بإنشاء ملفات، هذا الملف الأول، ثم نسحب لنحصل على ملفات أخرى. مثلا هذا الملفات بتسميتها من 1 إلى 6 بهذه الطريقة. لهذا الغرض نستعمل ملف وبرنامج، واسم البرنامج تجدون رابط تحميله تحت الفيديو. بعد تثبيته بطريقة سهلة وبسيطة وهو مجاني فري، يوجد نسخ برو ولديها مهام أخرى كذلك. أحتاج المجانية. هذه أيقونة
برنامج بعد تثبيته، وهذه هي الواجهة الخاصة به. كيف يعمل؟ فمجرد سحب أي مجلد إلى هذا المكان فلودر، ثم اختيار الأيقونة أبلي، فيلون الأيقونة تلون مباشرة. مثلا نلون هذه كذلك بالأزرق، هذه بالأحمر، وأي لون تريد وحسب اختيارك. فمثلا تريد تلوينهم كلهم جملة واحدة في عن طريق الذهاب إلى هذا المكان فلودر، ثم تجد سينجل فلودر. هذه المرة نختار ملتيبل فلودر ونضع هذا، نقوم بتحديدها كلها وسحبها إلى هذه القائمة، ثم نختار مثلا سوداء، ملفات أو مجلدات سوداء، فتحول إلى اللون الأسود. فأكيد هذه طريقة جميلة لتنظيم المجلدات وتحسين مظهرها في داخل المجلدات للوصول السريع إليها. كما تشاهدون عند وضعها داخل ملفات، فتشاهد أنها تظهر بشكل جميل ومنسق ومفهوم. إذن إخوان، كان هذا الدرس اليوم. في الأخير، إن لم تشترك في القناة نسيم ديزاد، هذه هي، اشترك وفعل أيقونة أو جرس، أيقونة الجرس من هنا، ليصلك جديد كل الفيديوهات التي أضعها في القناة. إلى الفيديو القادم، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.